يعني اليوم لما نتحدث عن المخدرات بشكل عام والحملات اللي بتقوموا فيها، وهذه الحملة موجهة للكريستال تحديدا، شو السبب اللي خلانا نعمل حملة تخص الكريستال تحديدا؟ بداية أستاذ إبراهيم أختي كاتي، الله يسعد صباحك وصباح المتابعين الكرام لتلفزيوننا الحبيب التلفزيون الأردني، وشكرا لحضراتكم على هذه الاستضافة. واجبنا. وأنا محظوظ بأني للمرة الثانية خلال فترة زمنية قصيرة أكون يعني موجود بينكم، هذا شرف إلي وأنا بشكركم عليه. وهو دور من الرسالة الكبيرة والعظيمة اللي بتقدموها خدمة إلنا ولمجتمعنا ولشبابنا ولأسرنا بشكل عام، حتى نتوعى ونكون يعني أكثر حذر على أنفسنا وعلى أبنائنا من كثير مخاطر موجودة بالحياة، وعلى رأسها خطر المخدرات وجريمة المخدرات. ليش مادة الكريستال يعني خلنا نقول إحنا سلطنا الضوء عليها وأطلقنا الحملة عليها؟ هي أجت الحملة بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة، بأنه نكثف الجهد بالتوعية على هذه المادة بالتحديد، لأنه اليوم في تغير تقريبا في حركة تجارة المخدرات والتعامل بالمادة المخدرة من قبل المصنعين والمنتجين للمواد المخدرة. التحول من المخدرات اللي إلها أصول طبيعية إلى المخدرات ذات الكيميائية. وهي المادة هي صدقا هي من المواد الكيميائية اللي أكثر انتشارا الآن على بدول العالم، وإن كانت يعني خلنا نقول في بلادنا وفي مناطقنا نوعا ما حديثة العهد، لكن هي عالميا قديمة وموجودة. لكن ما بيميز هاي المادة إنها الخطر اللي بيجي من تعاطيها خطر كبير جدا، يعني مادة إدمانها سريع ومادة قاتلة بشكل عجيب، بتدمر الجسم، بتدمر الخلايا العصبية بشكل عام بشكل كبير جدا. في جهل عند بعض الشباب للأسف الشديد بحقائق هاي المادة وبأثرها، وبالتالي من باب يعني خلنا نقول الشعور بالمسؤولية من قبل مديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات، أخذنا على عاتقنا واجب بأنه إحنا نوعي أفراد المجتمع وشبابنا من خطر هاي الآفة. علشان هيك أطلقت هذه الحملة من خلال إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون وبالتشارك مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، حتى أنه نوصل الفكرة ونوصل الرسالة الصحيحة اللي تتعلق في هذه المادة أو في هذا النوع من المواد المخدرة بالتحديد، حتى نقلل من مستوى اللاوعي اللي موجود عند شبابنا، نزيد من تحصيلهم وتدريعهم بثقافة وبوعي، يكونوا أمينين على أنفسهم ويحافظوا على حالهم خوفا من أنهم لا سمح الله يتورطوا بسم هاي المادة وبوحل هاي المادة. نبيل بيك، إيش هي الكريستال؟ شو أنواعها؟ من إيش تتكون؟ يعني هلا مش من المكونات كاملة، ولكن إنه يعني في بعض منهم سم فئران. طيب انا قبل احكي لك من ايش بتتكون الماده، هو يعني لو بدي اوصفها هيك بشكل بسيط، لانه الان بجود بعض الاباء والامهات بيسمعوا فيها بس ما بيعرفوا شو هي. ممكن تلاقيها مع ابنها لا سمح الله، او يلاقيها مع ابنه لا قدر الله بيت شر. بنعرف حجر الشبه وبنعرف السكر الفضي، بنسبه كبيره جدا الكريستال المخدر بيشبه السكر الفضي المطحون وحجر الشبه. هذا من ناحية الوصف، لونها أبيض شوي. ليش سموها آيس أحيانا أو بقولوا عنها كريستال؟ لأنه شكلها شكل الكريستال، من الكريستال أخذ الاسم. فهي مادة بيضاء لامعة، بتحسوها زي الكتل الحجرية وزي الجليد، وهذا أقرب وصف إلى تقريبا. هي مادة بيضاء فيها أحيانا مايل إلى الزراق في بعض حالات، إما بتكون على شكل صخور صغيرة أو بتكون بودرة لكن مش ناعمة زي الطحين مثلا أو الأشياء، لا زي السكر الخشن، زي السكر الخشن وأكثر شوي خشوني فيها. نعم، هي مادة بالمناسبة مرة يعني شديدة المرارة، وهنا يعني نصيحة لأي شخص بتعامل مع أي مادة غريبة، إياك أنك تذوق، سواء أنت موقن أنها مادة مخدرة أو مش مادة مخدرة، لأنه إذا كانت مادة مخدرة مثل هاي المواد الذوق فيها قد يكون قاتل، لأنه مواد كيميائية ومزيج، إذا دخلت على الجهاز الهضمي قد تسبب التسمم لا سمح الله، ممكن تتطور حالي إلى الوفاة، خصوصا إذا تشابكت مع ظروف ثانية. بتذوب بالمي بشكل سريع وبتذوب بالكحول. هذا الوصف كوصف للمادة نفسها. طريقة تحضيرها، هي أصلا مادة كيميائية كيميكال، ما إلها أي أصول نباتية، تجينا مادة من برا زي ما هي، لا تصنع بالأردن وما إلها. الآن يعني مثلا بالأردن بيقولوا مثلا إنها تصنع بالأردن أو تصنع في كذا، هي العملية مش عملية تصنيع بالمفهوم الصحيح. لا، نحن لما بدنا نحكي تصنيع ذهني مباشرة بروح على مكان
عندي آلات، عندي أيدي عاملة، عندي مدخلات وعندي مخرجات، عندي يعني هاي كلمة تصنيع. الإشي اللي قاعد بيصير هو عبارة عن بيجيبوا المادة المخدرة الأساسية، بيزيدوا إلها بعض مواد الغش والإضافة بداعي زيادة الكمية وبالتالي تحقيق الهدف المادي. الكريستال فيها غش. بغش طبعا، وإحنا بنقول الحمد لله إنه فيها غش لأنه لو نزلوا كل بيور بتربح هي مادة قاتلة تركيز على الأقل. فللأسف الشديد غشوها بمواد وأضافوا إلها مواد وصنعت أصلا بمواد، يعني إحدى الدراسات أنا طلعت عليها أو الأشياء اللي طلعت عليها استخدموا في تصنيعها وفي غشها المواد اللي تستخدم في صناعة البطاريات وأسيد البطاريات. يعني لما نسمع هاي الكلمة والله العظيم إنه إشي يعني حقيقة مؤلم وإشي إشي بخوف. سم وشبابنا للأسف الشديد رايحين باتجاه ما بعرف أقول هم مش عارفين وين رايحين وأتعاطف معاهم ولا أقول لا هم عارفين بس في 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 حلقة مفقودة. ليش بيروح على هاي المادة؟ هو قاعد بيشوف الحالات اللي قاعدة بتصير مع اللي سبقوا في إدمان مثل هاي المادة الخطيرة مثل هاي المادة القذرة للأسف الشديد وأسف على اللفظ. نبيل بيك، يعني سؤالي بإنه متعاطي الكريستال بدنا نتحدث على الأضرار أو عن الأضرار القصيرة الأمد وطويلة الأمد. نعم. هل الضرر من أول جرعة؟ نعم. واللي واصل يأخذ كريستال لازم يكون مثلا ماخذ أنواع أخرى في البداية؟ يعني هل هي خلينا نحكي ليفل أعلى؟ شوفوا، هو عملية أنه أخذ قبليها أو هي كانت أول مرة مش بالضرورة يكون ماخذ قبليها. في ناس دخل عليها مباشرة ضحكوا عليه أو ضحك على حاله أو بغض النظر شو السبب اللي كان دخل عليها مباشرة. الغالبية لا، إله سيرة في تعاطي المواد المخدرة وبالتالي تحول من إلى حتى وصل إلى مادة الكريستال المخدر. بالنسبة لضررها، وهذا مكمن الخطر الحقيقي اللي موجود في هاي المادة بالتحديد، أول ضرر إلها إن هي سريعة الإدمان لدرجة إنها ما تمهل متعاطيها وقت زمني كافي حتى يفكر، فإذا هي تسبب الإدمان من الجرعة الأولى. كثير من الأشخاص كان يعتقد إنه أنا بدي أجربها بدي أشوف شو بده يصير معي، يا بكمل يا برجع. حاول يرجع ما قدر. ليش؟ لأنها سببت عنده الإدمان. هذه شغلة. وإذا استفحل الداء اللي هو داء الإدمان في الشخص، عملية العلاج بتكون فيها نوع من الصعوبة. فمكمل الخطر الحقيقي سريعة بسرعة الإدمان وبصعوبة التشافي، خصوصا إذا تزامنت صعوبة التشافي مع طول أمد الإدمان على هاي المادة. هذا الخطر الرئيسي. لما بنحكي كريستال، أو طبعا هي لها مسميات كثير، كريستال وشبو وشبوة وسكر، هاي مسميات التجارية والحركة. فرسالتي للشباب هنا إذا بتسمع مثل هذه المصطلحات بيقول لك سكر، بيقول لك شبو، بيقول لك شبوة، بيقول لك كريستال، هنا بيحكي لك عن مادة مخدرة خطيرة هي محور حديثنا اليوم مع حضراتكم. الاسم العلمي لها هي ميثيل فيتامين. مادة الميثا اللي موجودة في هذه المادة بالتحديد هي مادة تنتشر في الدهون لما بتعطاها الإنسان، تعطيها عن طريق التدخين. لما بيسحب دخانها دخلت على الرئتين، الرئتين بتغذينا في الأكسجين، بنزل على الدم الأكسجين ملوث بالميثا، بيروح على الدهون مشبع بالدهون، إذا طلعت على الدماغ والدماغ يعني خلنا نقول مشبع يعني خلنا نقول في كمية من الدهون، فبالتالي هي تذوب بالدهون بشكل عجيب جدا وبشكل سريع جدا. فأثرها بغضون ثواني أو أقل من دقيقة لربما بيكون واصل وبيكون الأثر موجود في جسم الإنسان. الآن أنا هاي كل الوصف والطريق اللي مشت فيه مادة الميثا وهي المادة الخطرة القاتلة، الآن هي في دمار، إذا هي قاعدة بتشتغل في الجهاز العصبي، دمرت الجهاز العصبي. هذه نقطة مهمة جدا، أثرت على النواقل العصبية والموصلات طبعاً. العصبية خصوصا اللي هو الدوبامين اللي بيعمل فعل النواقل العصبية، هو هرمون لكن بيعمل فعل النواقل العصبية، زادت في إفرازه، وبالتالي شو بتعمل بإفراز الدوبامين لزيادة، بصير عند الإنسان طاقة زيادة عشان هيك من محفزات عمل الجهاز العصبي، وبالتالي زاد عنده ضربات القلب، صير عنده زيادة في ضغط الدم، بصير عنده قلة نوم وأرق شديد جدا لدرجة أنه في بعض الأشخاص قد يعني ممكن يصل فيه الحال ساعات وأيام بدون ما ينام. أنا تعاملت مع أحد الأشخاص شخصيا قال لي إلي 5 أيام أنا مش نايم. يا الله. طبعا مش من جرعة واحدة. هذا برضو مكمل خطر ثاني في المادة المخدرة. قد يعتقد المتعاطي أنه خلص أنا بدي أتعاطى مخدرات وممكن كل يوم أحتاج جرعة. مسكين، كل يوم بدك 3 أو 4 جرعات، لأنه ذروة المادة وفعلها في جسم الإنسان لا يتجاوز 3 إلى 4 ساعات بأحسن حالاتها. يعني بمعنى آخر كل 4 ساعات بجوز بده جرعة. فإذا لما وصل لخمس أيام وهو صاحي، هذا أنت قديش بدك تتخيل قديش جرعة أخذها، ومقابل قديش جرعة أخذها قديش في دمار عنده في داخل جسمه.
هذه العلامات أو هاي الأشياء اللي قاعدة تدمر في جسم المتعاطي كفيلة لوحدها بدون أي شيء إنها تقضي على إنسان. بتعمل سكتات قلبية وسكتات دماغية. يعني أنا بدي أكون صريح معكم، في بعض الناس وبعض الحالات للأسف الشديد وصلت للمستشفيات ميت شاب في 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 يعني خلنا نقول بعز شبابه، وصل ميت ما إله أي سيرة مرضية. شو سبب وفاته؟ لو بدنا نرجع لسلوكه من راح نلاقيه هو مدمن مخدرات أو متعاطي مخدرات. نتعاطف معه، وقد يتعاطف معه الطبيب وقد يتعاطف معه البعض، احتشاء في عضلة القلب، فشل الجهاز التنفسي أو هبوط في الجهاز التنفسي أو جلطة دماغية أو خثرة دماغية أو ما بعرف. يعني هي هو أحيانا في نوع من التعاطف قد يكون، لكن إحنا لما نرجع للحقيقة وللأساس لا، هو ممكن أنه سبب الوفاة الحقيقي هو الجرعة اللي أخذها من المادة المخدرة. ومادة الكريستال المخدر أنا لما قلت قبل شوية أنه هي تسبب السكتات القلبية والسكتات الدماغية، هذا من وحي الواقع مش من نسج الخيال، هذا علم، هذا إشي موجود سواء في بلادنا العربية أو في على مستوى العالم. فبالتالي إحنا اليوم يا جماعة ورسالتنا هنا للأهل وللشباب بالتحديد، يا شباب لا تخلي تاجر المخدرات يستخف في عقلك، لا تخلي تاجر المخدرات يضحك عليك باللغة العامية. أنا اسمحوا لي بجوز أطلت شوي وأسامحوني، والواحد والله بيحكي بحرقة وبمرارة من واقع مرير إحنا قاعدين بنشوفه. أنا بقول اللي بيعرض المادة المخدرة على أبنائنا واحد من اثنين، إما تاجر طامع بده مصاريك ويضحك عليك، أو مدمن مصر على إدمانه مش بعجبه إنك تكون أحسن منه. بالضبط، حدش بحد فينا بحب تكون الثاني أحسن منه، ما في ثالث. وبالحالتين يا ابني والله هذا النوع من الشباب ما بهمك وما بلزمك، روح تلقى صاحب وصديق يكون يخاف عليك بجد وبحقيقة. وبالعكس إذا بيشوف عندك أنت فضول أو ميول أو تفكير إنك بدك تجرب هاي الشغلة بنصحك بقول لك أنت وين رايح، تعال شوف أنت شو قاعد تعمل وشو قاعد تصرف. يعني نبيل بيك، طب كيف الأهل بدهم مثلا، نحب دائما نحكي إنه إذا شافوها أو كيف مثلا بده يتعاطاها أو يتم استخدامها من قبل المتعاطي، يعني حتى يكون الأهل يكونوا أكثر وعيا بهذا الموضوع. يعني كيف بدهم يعرفوها؟ إحنا وصفنا المادة كمادة وأعطيناها وصف، وإن شاء الله يكون الوصف دقيق، والإخوان أنا شفت أنهم عرضوا بعض الصور لهذه المادة برافق المادة بعض أدوات تعاطي. هاي المادة عشان الإنسان يقدر يتعاطاها هي تعاطيها عن طريق الحرق والتدخين أو الاستنشاق. هم بيحرقوا المادة على 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 أي شيء يقاوم الحرارة، وبيستنشقوا الدخان المتطاير منها. فممكن يلاقي عنده قطعة قصدير محروقة، ممكن بيلاقي معلقة محروقة، ممكن بيلاقي قطعة علبة يعني مشروبات غازية مثلا أو عصائر محروقة. إلها بايبات خاصة وإلها تيوبات خاصة، في بعض الناس جابها بايبات زجاجية نوعا ما، ممكن بحطها فيها وبحرقها وبشفط الدخان تبعها. يعني هاي الأشياء وهاي الأدوات الأب والأم إذا لاقوها في البيت يعني بحد ذاتها شغل غريب. صحيح. مش أمر طبيعي إني ألاقي في غرفة ابني مثلا أنا قصدير محروق ولا قطعة معدنية محروقة ولا بايب زجاجي مثلا محروق أو شغلة زي هيك. هذه شغلات لازم يكون الأب والأم لماحين عليها، ونبعد شوي عن فكرة العادي. الشغل الأهم اللي أنا بوصل فيها رسالة للآباء والأمهات، السلوك اللي بسلكه مدمن المخدرات وهو تحت تأثير جرعة المخدرات أو أحيانا وهو يبحث عن المادة المخدرة. تمام. قبل شوي أنا وصفت أنه مدمن هاي المادة بيكون لأنها باور بيكون هيك شوي عنفواني، فبتلاقيه هو عصبي بحكي كثير خصوصا هو تحت تأثير المادة المخدرة، بثرثر كثير يعني باللغة العامية فلان مش مزبوط بحكي كثير ثرثر الكثير، الصحيان المتواصل، عصبية، ولدرجة أنه بصير يكسر في البيت. إذا كان بحاجة للجرعة عنده استعداد يؤذي أقرب الناس له. والله إحدى الأمهات يعني في يوم من الأيام عمرها ما يقارب 70 أو 60 سنة أجتني على المكتب بتشكي من ابنها مدمن المخدرات، بتقول لي يا بني شوف. قلت يا أمه ما في داعي، مقطع رقبتها في أظافره، ليش مش قابل تعطيه 20 دينار عشان يروح الجرعة؟ مش بخلاني عليه، خايفة عليه 20-200 بس خايفة عليه لأنه بدي يأخذ 20 يروح يجيب فيهم الكريستال ويتعاطى، مش قادر يسيطر على نفسه. لكن اعتدى مين؟ أهان مين؟ وضرب مين؟ وجرح قلب مين؟ وكسر خاطر مين؟ أعز إنساني بالوجود فيش حد فيش أعز من الأم، وهذا واقع عند كل واحد فينا سبحان الله فطرتنا البشرية. لكن هاي المادة المخدرة، وسامحوني بالكلمة والمشاهدين الكرام، المادة المخدرة القذرة جردت الإنسان من كل معاني الإنسانية، قتلت الرحمة بقلوب المتعاطين. وبالتالي أي عز وأي رجولة وأي فرح وأي سعادة وأي انبساط
بترجاه إنسان بيحاول يجرب مادة الكريستال المخدر أو بيحاول يلاقي مدمن هاي المادة سواء من سعادة أو من أي شيء شيء آخر. مادة نسأل الله السلامة ربنا يحمي شبابنا. آمين. يعني نبيل بك اليوم كيف بتم التعامل مع مدمن المخدرات من قبلكم أو مدمن الكريستال تحديدا؟ نعم سيدي، إحنا يعني الحمد لله رب العالمين كان جهاز الأمن العام سباق من عام 1993 بإنشاء مركز متخصص لمعالجة المدمنين. دعم هذا الإجراء الحكيم من جهاز الأمن العام في هذاك الوقت إنه المشرع الأردني، وهذه رسالة برضو كمان للشباب، المشرع الأردني أسعى في المتعاطي، يعني بلغة عامية بسيطة بقول يا جماعة المشرع الأردني أوجد بند في القانون الأردني يعاقب من يتعامل بالمادة المخدرة بغض النظر عن صورة التعاطي، سواء التعامل عفوا سواء تعاطي أو تجارة أو غيرها. يعني واحد بتعاطى بيعاقب القانون بيحوله على المحكمة، واحد تاجر وروج بيعاقبه وديع المحكمة. ونفس المشرع أوجد بند قانوني، وبإمكان المستمعين الكرام أي حد الآن بيسمعني يرجع لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 9 الفقرة واو بتقول بما معناه بلغة هيك بسيطة نفهمها، كل من تقدم للعلاج من تلقاء نفسه أو أحد ذويه يعفى من المساءلة القانونية. يعني حتى لو متعاطي لك مليون سنة وأجيت معترف بذنبك وبإدمانك بتقول يا جماعة أنا مدمن المخدرات بدي أتعالج، بنقول لك أهلا وسهلا، مرحب فيك، معزز مكرم، ما في تحقيق، ما في سؤال، ما في جواب. بيضحكوا عليك برا المدمنين اللي برا، أصحابك بيقولوا لك دير بالك بيحققوا معك وبيحطوا عليك قيد وبيجبروك وبينزلوك على المحكمة، ما إلا مصلحة يا سيدي، ما القانون ما بيقبل مني. يعني أنا إذا بيجيني واحد شخص بيسلم حاله بدي يتعالج من إدمان المخدرات واللي نفرض إني أنا بدي أتجاوز القانون لا سمح الله، ومستحيل يصير لو بدي أحوله أحول ملفه على المدعي العام، المدعي العام ما راح يستقبل مني الملف كامل، بقول إجراءك غلط، شو بتعمل أنت قاعد. بعدين إحنا هدفنا من مكافحة المخدرات بدناش الشباب يتعاطوا، فما بالك بالشخص اللي جاي طواعية بقول أنا ما بدي أتعالج، بدي أتعالج. فمستحيل، هو معزز مكرم له كل الاحترام. وإضافة إلى ذلك أيضا المادة 9 الفقرة هاء من ذات القانون أعطته حصانة وأعطته حق بحماية خصوصيته طبعا. يعني أنا كشخص عامل في مركز علاج الإدمان إذا بفشي سر من أسرار الأشخاص الموجودين بعرض نفسي لمسائل قانونية، وهذا محمي بموجب القانون بنص المادة اللي حكيتها أنا قبل شوي. فهذه كلها محاولات منا إحنا تشجيع للأشخاص المدمنين اللي تورطوا في إدمان المخدرات أيا كان نوع هاي المادة بأنهم يجوا ويبادروا بالتشافي من إدمان المخدرات. وبالمناسبة رسالة للمدمنين وخصوصا المدمن الكريستال، اليوم اللي بتستغله أنت كسبته صح، واليوم اللي خسرته أو أخرته خسرته وخسرت فيه أشياء كثير صح. لأنه كل ما زادت فترة الإدمان كل ما زادت عملية العلاج تعقيد وصعوب. نبيل بيك، هل العلاج من الكريستال هل هو ينطبق عليه كباقي أنواع المخدرات ولا بتأخذ فترة أطول؟ لأنه هي مادة كيميائية 100% فممكن كمان تأثر على الجهاز التنفسي، ممكن صحيح. ممكن يعني ما يلحقش حاله حتى يتعالج في بعض الأحيان صحيح. هو الخطر في هاي المادة إحنا بنخاف عادة من الاعتلالات اللي تصيب المدمن إضافة إلى علة الإدمان. إنسان أدمن على مادة الكريستال ومع إدمان الكريستال صار عنده جلطة قلبية أو جلطة دماغية أو صار عنده مثلاً خلنا نقول إشي في الجهاز التنفسي أو اعتلالات في باقي وظائف الجسم. هون الآن طبيب الإدمان ما بيقدر يتعامل معه، هو بيتعامل معه من ناحية إدمانية بيخلصه من مشكلة الإدمان، لكن باقي الوظائف اللي تضررت بسبب الإدمان لابد إنه يراجع الأخصائي حتى إنه يتابعها. عملية إنه سهولة الإدمان دائما وابدا، يعني احنا بنقول عن ادمان المخدرات هو الداء الخبيث، والمفهوم العام عند الناس بالداء الخبيث هو السرطان الله يعافي الجميع صحيح. وسمي بالخبيث ليش؟ لانه بيظل ينخر في جسم صاحبه فجاه، وانه بقول لك من المرحله الرابعه 3 شهور و6 شهور وبيموت، هذه خباثته وخباثه ادمان المخدرات انها بتظل تنخر في جسم متعاطيها بدون ما يشعر ويعتقد انه الادمان ما سوى له شيء، هو حياته وصحته ما شاء الله عليه فجاه ببلش ينهار. كل ما زادت مدة الإدمان وطول فترة التعاطي كل ما زاد الأمر تعقيد، لكن كل ما أجى بكير
كل ما كان أفضل النتيجة، وكل ما كانت العملية العلاجية أسهل والعلاج بأمر الله سبحانه وتعالى أسهل. لكن مع ذلك عندنا في مركز علاج الإدمان أطباء أكفاء وطاقم أو طواقم متخصصة، الحمد لله رب العالمين، تقدم خدمة علاجية رائدة. كذلك في المركز اللي تابع لوزارة الصحة، ونحن شركاء بالمناسبة مع وزارة الصحة في مركزنا من خلال الأطباء اللي موجودين فيها. يعني نبيل بك، بما يخص الاستقبال أو آلية استقبال المدمن، خصوصا إذا كان الإبلاغ من الأهل، أكيد هناك الآلية بالتعامل معه، بالإضافة بأنه هل دائما هناك سعة سواء للعلاج سواء كان في المركز أو كما ذكرت بشراكة مع وزارة الصحة؟ سيدي، إحنا المركز اللي تابع لإدارتنا الحمد لله رب العالمين، الطاقة الاستيعابية فيه 170 سرير تقريبا. وأنا ما بخفيك سر، بجوز من لما أنشئ المركز لغاية اليوم ما وصلت الطاقة الاستيعابية في 100 سرير. وبالتالي ما لا يمكن تراجعنا حالة ونقول له آسفين والله ما عندنا سرير. وحتى لو وصلنا لا سمح الله، إذا هذا الحد في ان احنا شراكه مع وزاره الصحه. وبرضه كمان يعني الان في تفكير الحمد لله رب العالمين، وهذه بتوجيهات من عطوفه مدير الامن العام، بانشاء مراكز علاج اخرى في اقليم الشمال ضمن اختصاص اقليم الشمال وضمن اختصاص اقليم الجنوب، حتى نهون ونخفف على الناس، يعني خلينا نقول عناء انهم يجوا على عمان وكذا وما الى ذلك. هاي من باب التخفيف. لكن حتى لو لغايه الان ما انشات هذه الاقسام، المركز القائم الان كفايه، والطاقه الاستيعابيه والاسره اللي موجوده فيه تفي بالغرض بامر الله تعالى. كل شكر لك الرائد نبيل الرواجد، رئيس قسم التوعية بإدارة مكافحة المخدرات. شكرا جزيلا. شكرا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا.